آخر حاجة وصلنا لها ليكتشر 36، النهاردة هنبتدي في ليكتشر 37، عن حاجة تبع التوبو سيرفيس. ساعات بيجي لنا مشكلة إن المساح بيجيب لنا البوينت، يقول لنا اعملوا التوبو سيرفيس من البوينت. لما يكون البوينت دي متوصلة ببعض بكونتور لاين بتبقى سهلة، الكونتور لاين بندخلها. عرفت طبعا احنا محاضرة قبل كده عن الكات والفيل باستخدام الكونتور لاين، بس لو كانت النقط دي مش متوصلة، كانت جاست بوينت كده، ان في اجهزة على حسب مثلا التتر ستيشن بيطلع النقط دي من الجهاز وما بيربطهاش ببعضها، ما بيعملهاش ترافيرس. يعني الحاجات اللي النقط دي لو احنا عملنا كده وقلنا بروبرتيز النقطة دي مثلا، المنسوب بتاعها الليفل بتاع ده الاكس وده الواي وده الليفل بتاعها 1000، خدنا النقطة دي ده المنسوب بتاعها مثلا 2000، ودي يمكن دي 2000 زيها، دي يمكن 3، 3 مظبوط، اللي في النص ده يمكن 4، وهكذا. طبعا بالطريقة العادية إذا كانوا مثلا 30 40 نقطة، ممكن إن أنت تقعد تشوف الحاجات اللي هي نفس المنسوب وتوصلها مع بعض وتعمل كونتور لاين ما بين دول، لكن لو كانوا مثلا 1000 نقطة ولا مثلا 800 نقطة، الكلام ده هيبقى صعب جدا جدا. فإزاي إن إحنا ندخلها جوه الريفت ونعمل كونتور لاين من شوية النقط دول؟ لو بصينا كده 3D هنلاقيهم إن هما عاملين زي التاب ده كده، زي الجبل أهو، كل واحدة واخد الليفل بتاعها. اول حاجه ازاي نطلع الداتا من الاوتوكاد ونعملها في اكسل شيت، كل نقطه والنقطه دي الاكس والواي بتاعتها كام والاي والان والارتفاع بتاع الزد. في امر اسمه دي اكس في تكتب دي اكس اللي هو ده، تقول اوكي طلع لك ويزرد كده، تقول له كرييت نيو اكستراكشن، تسميه مثلا 3، شغال قبل كده في 1، و next بيقول لك النهارده اللي عندي كله في الملف ده بوينت. ممكن لو كان في لاين يكتب لك هنا لاين، واذا كان في حاجه تبقى البوينت دي بالنسبه لنا هي اللي ايه اللي احنا عايزينها، ملف مش غير بوينت، والمسح بيجيب لك الملف فيه بوينت بس، تقول له اوكي بيطلع لك بيقول لك عايزين ال 3D، بتقول له لا مش عايز ال 3D، مش عايز الدرونج، انا عايز بس الجنرال والجيومتري للنقط. بيطلع لك بقى المعلومات، بيطلع لك بقى ايه كل حاجه الاكس والواي والزد بتاعتها، عايزين الاكس والواي والزد، الباقي ده كله احنا مش عايزينه، بس تقول له اوكي. يقول لك اطلعه لك فين؟ على ملف، تقول له الملف ده مثلا شوف احنا كنا حاطينها فين ال ليكتشر، ليكتشر 37، هتقول له البوينت اكسل، بتوصف له المكان اللي هتحط فيه ملف الاكسل، بيعمل لك كرييت لملف اكسل. بنفتح احنا ملف، نلاقي هنا الملف اهو، ملف صغير 19 كيلو ولا حاجة، تفتح الملف ده بيطلع لك كل البوينت اللي احنا مش عايزين، الاكونت ولا النيم ولا الكالر ولا اللير ولا التايب ولا اللاين ويت ولا البوينت ستايل، انا كل اللي عايزينه يعني كل الكلام ده كله احنا مش عايزينه. ديليت بس عدل شوية كده، ومش عايزين السيكنس، كل اللي عايزينه اللي هو ايه الاكس والواي والزد. دي ما هياش نمبر، دي سترينج بلغة الداينامو، سترينج يعني تكست، لازم ان في هنا زي داش كده عشان نحولها. الموضوع بسيط قوي، طبعا من معلم كل دول كده
واربعين نقطة. يطلع لك في مثلث صغير بيطلع لك كده، تيجي تعلم دول كده يطلع لك هو ده، تدايس عليه كده وتقول له convert to number. اللي على فكرة التكست بيجي من الشمال، انما النمبر بيجي من اليمين، يعني تلاقي النقطة دي كانت هنا. يعني لو عملنا undo كده نلاقي كله شمال، يعني التكست بيجي من الحافة الشمال كده في الاكسل، انما كده بقى اتحولت لنمبر. نلغي اول سطر مش عايزين اي تكست فيه، احنا عارفين ان اول واحد الاكس وده الواي وده الزد. كده بقى تمام، كده بقى جاهز ان هو ايه يتنقل لل كله سيف. اقفله خلاص من الملف ده، كده بقى تمام، اهو بقى اكس وواي وزد تمام. نروح على ال على الريفت ونفتح ملف جديد نيو، دايما هو بيبقى الامبيريال، انت عاوز ان احنا في الماتريك دي فور ماتريكس. اوكي فتحنا ده اوكي، ونشغل الداينامو. احنا ممكن ندخلها بقى بالطريقة دي بوينت بوينت عن طريق الريفت، والريفت هو اللي يعمل الكونتور لاين، برضو الطريقة اسهل شوية غير ان انت تعمله في الاوتوكاد وكده. بس الاسهل بقى ان احنا بالداينامو نقول له اعمل لنا التوب اوف سيرفيس باستخدام البوينت، والبوينت دي تقراها مين؟ تقراها من ملف الاكسل. فدلوقتي احنا هنحمل السكريبت، السكريبت انا اوريدي عملته، يا دوبك هاجي معاكم فيه كده ايه بيشتغل ازاي، ونعمل له implementation ونطلع منه الايه الكونتور لاين. هو ملف الدينامو فتحناه، بنجيب الفايل باس، والفايل باس ده اللي بنجيب منه المكان اللي احنا حطينا فيه الملف. هو عندنا هنا My computer كده lecture 37 اللي هو الملف ده points تمام، وده نود بيقول هات لنا الفايل، يعني ده كان مجرد بس فايل باس، هات لنا الفايل اللي من الباس ده. فيبقى من هنا الاوتبوت من نود ده الفايل. من هنا بيقول لك data extracted from Excel من الفايل ده، والسترينج اللي هو summary. ليه السترينج؟ انت لازم هنا تشوف السترينج ايه الشيت نيم اللي انت عايز تقرا منه، اللي هو ده، اللي هو ده. لو ده اسمه شيت 1 يبقى لازم تكتب شيت 1، والكابيتال كابيتال والسمول سمول. لو كتبت اي حاجه فرق عن دي مش هتظبط. الداينامو ده مشكلته ان هو لو في حاجه في السبيلنج مش هيظبط. الاثنين دول بوليون، عايز تعملهم بوليون وتكتبهم وتحطهم مفيش مشكله، بوليون كده وتقوم موصلها بدي وتوصل بدي، ودي الديفولت بتاعتها بس اتس نون ايد. يعني دي بوليون الديفولت بتاعتها فولس، ودي بوليون الديفولت بتاعتها ترو، هو بيظبطها. الليست اللي هتطلع من هنا، احنا عملنا دي كده فصلناها وقلنا له رن، هيطلع لنا الليست ان هو بيقرا من هيفتح ملف الاكسل اللي يطلعه لنا دلوقتي، ويقرا من ملف الاكسل ويطلع لنا كل الداتا اللي هنا، بس مش هيدخلها على الريفت. انا قطعت الوصله اللي هنا. فتح ملف الاكسل وقرا الداتا منه، نيجي نبص من هنا نلاقي قرا الداتا كلها وحطها. بس قراها ازاي؟ قراها بالسطور بالعرض، يعني السطر الاولاني وحطه في الليست، السطر التاني حطه في الليست. مش عايزين كده، عايزين ان هو رأسي، فنعمل ليست ترانسبوز اللي هو ده.
احنا هنعمل ده كده ونقول له فريز علشان ايه ما يشتغلش. اوكي نعمل ليست ترانسبوز، لما نعمل ليست ترانسبوز ونقول له ران يعمل لنا الليسته بالطول. اول حاجه الليسته الاولانيه اللي هي الاكس، وبعدين الليسته التانيه اللي هي الواي، والليسته التالته اللي هي الزد اللي هي 3000 1000 4000 وهكذا. بعد كده من الليست ده نعمل ايه، نجيب الليست الاولاني، نفس الليست الاولاني اللي هو دايما بيبتدي بزيرو. الليست الاولاني ليست زيرو اللي هو على اندكس زيرو، يبقى ده جاب لنا الاكس بس، ودي جاب لنا الواي بس، ودي جاب لنا الزد بس. ده نوع من الفلتر في المشهور في الداينامو احنا بنفصل، اللي هو هات لنا الليست عند الاندكس الفلاني، وده اندكس 0 اندكس 1 اندكس 2، وسمي ودول بقى هيبقوا الاكسات نحطهم في بوينت باي كوردينيت بالاكس والواي والزد. طلع لنا كده ايه البوينت كلها اكس واي وزد داش، وبقيت محترمه اهي تمام. بعد كده نقول له ايه دي كده خلاص، انا كنت اعمل لها فريز عشان مش كل مره نعملها كده، ونقول له ران يوم ايه حاطط لنا الايه نورمالي ما بيطلعش هنا عشان خاطر اهو حط البوينت اهو، ادي البوينت كلها اللي موجوده في الاوتوكاد وحطها هنا بالليفل بتاعتها، بس الليفل 1 السايت هتلاقي فيه موجوده في التوبو سيرفيس اهو. بس عمل لنا كرييت اهو برنامج 3D اهو شيدد، عمل لنا التوبو سيرفيس اهو، والنقط اهي النقطة هتلاقيها موجودة كده بتبقى مش حلوة، فبيبقى لازم النقط دي بتفضل كده باللون الأزرق اللي هي اللي جاية من الداينامو. ليها علاج ظريف إن احنا نعمل ايه البوينت اللي هي دي كده، تقول له هنا البريفيو بتاعها عملها كده، تلاقي النود اختلف بقى لونه ايه، لونه مش زي ده كده، وتبص هنا تلاقيها اختفت. فده كويس ان انت تقول له سيب، انت لما تعمل سكريبت عشان النقط كده اختفت، عشان النقط دي بتبقى لونها ازرق كده شكلها مش حلو. ده يبقى انت كده قدرت توصل وتعمل، عايز تعمل له انديكيشن شويه من انوتيت هنا في الماشينج. يطلع لك ده كنترول لاين 4000، وده كنترول لاين 3000، وكل ده 3000، وكنترول لاين 2000، وده كنترول لاين 1000. عايز كمان ان انت تعمل كنترول لاين مساعد 500، تيجي من هنا تعمل كده وتقول له انا عايز كل بدل ما كل 1000 انا عايز كل 500، ابلاي يعمل لك كنترول لاين تاني كل 500، 1000، 1500، 2000، 2500، زي ما انت عايز. عايز تعمل اكتر من كده مثلا، عايز تعملهم 250، 250، تقول له اوكي اعمل لك كنترول لاين محترم اهو تمام. عايز تعمل ممكن تعمل واحد سكندري، وممكن تعمل واحد سكندري، ممكن تعمل انسيرت وتعمل مين وكده، وتعمل ده بنقط وده كده. مش هنخش في القصة، احنا قلناها قبل كده في المحاضرات السابقة ازاي تعمل. يبقى هنا من قدرنا من شوية نقط بساط ان احنا نعمل عملهم المساح، يعني احنا ابتدينا من هنا من شوية نقط متنطورين كده، قدرنا ان احنا نوصل نعمل كونتور لاين، ونعمل تبة كده محترمة فيها كل المعلومات وفيها كل الليفلز وكده من شوية نقط. نراكم في الحلقة القادمة إن شاء الله.